Oh,
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وبركة في الرزق وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم سلمنا وسلم أهلنا وسلم قرابتنا وسلم والدينا وسلم إخواننا وسلم أصحابنا وسلم المسلمين والمسلمات من الفتن والمحن والصهر والحاسدين وعين اللامة وجميع الأمراض وجميع البلاء ما ظهر منها وما بطن، خصوصا في بلدنا إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يا الله إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين قهر الرجال. اللهم اجعلنا لا نرجو ولا نخاف ولا نحب سواك، واجعلنا خائفين من عذابك واكفين على بابك لا نزال مستشفرين فرحين مطمئنين. غدي روحنا في رضا انشك، اشهدنا جمالك وجلالك عليك كرمنا بتدبيرك بتدبيرك لنا يا كريم. احينا وامتنا على سنه حبيبك صفيك رسولك خاتم النبيين صفد العالمين محمد سيد الاولين والاخرين قائد الغر المحجلين. اللهم يا الله اقضي حاجتنا وحاجه المسلمين، حاجه الدنيا بالميسره وحاجه الاخرى بالمغفره. اقضي حاجتنا يا الله وحاجة المسلمين، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الأخرى بالمغفرة. اللهم يا الله بجاه سيدنا محمد بن عبد الله وبجاه سيدنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهرة، بلغنا يا الله زيارة مكة ومدينة. بلغنا يا الله زيارة مكة ومدينة. بلغنا يا الله بجاه رسول الله زيارة مكة ومدينة يا الله. اللهم يا الله يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم يا الله إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معدوما فأوجده، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحوها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأكلها، وباركنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. اللهم يا الله يا الله يا الله على هذه النية على ما نوى أسلافنا وأباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وكل النيات صالحة بجاه النبي وآل النبي وبجاه أولياء في هذا البلدة وبجاه صاحب الحضرمقام شيخ ميمون زبير وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في القبول وإلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدن واسان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.